كرمال عيونكم كبرنا الجائزة وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقة الفل تعود إليكم. أنت بتعمل على الموبايل إيه يا ول؟ أنا ببعت الأغ. أغا؟ أنت بتعرف أغوات يا ود؟ مصطفى الأغا ما بتعمل طبقة الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي أنت فيه. بضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني أنت هبل وريالتك تملى طش. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة إلا دمك يا بعيد. أنا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي إيه بقى يا ماما يا عم؟ أنا مش رايح البنك تاني. يا لهوي! يا خدتك في ابنك يا رجاء! يا دي الشيلة ويا دي الحطة! رحنا على جمل وجينا على بطة! واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة إيه وجمل إيه؟ أنا اشتغلت إنترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم ما هيديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطع ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولو نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه يا حضرتك؟ خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قولي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا بينا، خش يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا يا مصالح انت. ايه مصالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايا يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا. عايز تضربني؟ جرايا يا مصالح في ايه؟ ما تضرب. الله خلاص يا صالح، صل على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاج، صل على النبي بس معلش. ضيف برضه وطي. لا انا اتضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزباله. روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص معلش يا صالح. خلاص بقى معلش، خش اجري على الاوضه. اجري على الاوضه. يلا اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحه ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحه دي طلع لنا بالميت 60000 جنيه. 60000 جنيه ايه يا زقرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمره ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها، انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60000 وايه بقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون. خلاص هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم وضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه، نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل. انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى قسمة العدل ولا لا؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود انا اسرق بنك؟ لا انا مش هعمل كده. لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس بجد مش فكه،
ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص؟ تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح وابوك يشوف نجاحك بعينيه. ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل. مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم. هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. بسم الله عليك. بيقول هنسرق. بس بالراحة بالراحة. ده سوقي ده اسمها استلاف، عملية استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغاية بكرة. هفكر فيها وانتوا برضه تدوروها في مخكوا كده. أنا مش هدور حاجة في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس أنت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازما السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ تقروا اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت وجنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. ها صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش. ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا. ها بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو. مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع. صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس عندي. بلغ خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي هو اللي ادعى ابوه بعدين على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت هذا عمر انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ لا لا يا عم. ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. نجيب هنا بقى ايه قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه نجل. هو اللي حلو ايه هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه. فما تزيدش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم. الله احنا قلنا حاجه. اقعد يقول لي تقضي معلاتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى. اقعد ساكت. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف الميه في حاله. هو عمرك ما عملكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ دورته. وشكلها كده يعني في خطه. حلوه قوي. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان. اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما توقفش فينا كده. بعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت بتعمل ايه في الميه؟ بس بقى انا طلعت ساكت بقى. هم بيشربوها هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي. ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى. عايزين نستحمى في بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل. لابس ايه ده؟ انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه واحد ليه طاقه. فيعني انا ادافع عنك اقول ايه؟ ايه الخرا اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه. ده خدت ايدي بس. اقعد. الله انت مش شفت. اقعد بقى وتعالى بقى ساكت بقى. حاضر يا عم. حاضر رجلك دي. اسمعوا بقى يا رجاله انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان محدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره. هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه.